تدخل المشاورات اليمنية يومها الرابع في جلساتها المتزامنة بحضور الأعضاء من كل الفئات وألوان الطيف اليمني، ويستمرون في دراسة الوضع الراهن في المحاور الستة المعلن عنها والتحديات وإيجاد الحلول لهذه الإشكاليات التي تواجه المحاور الستة التي كنا قد تحدثنا عنها في وقت سابق. اليوم أيضا مما هو مرتب له في البرنامج العام للمشاورات هو لقاء أعضاء المشاورات برئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، ويبدو أن هناك اجتماعات قد بدأت مع رئيس الحكومة لممثلي جهات معينة سواء السياسيين أو الاقتصاديين وغيرهم. سنأخذ مزيدا من التفاصيل حول جلسة اليوم مع الشيخ علي عبد الباقي المسلماني، وهو عضو المشاورات وفي لجنة الإغاثة. أهلا شيخ علي، كيف سار لقاء اليوم ومشاورات اليوم؟ حياكم الله وأنا شاكر لهذه المقابلة. هو فيما يخصنا في لجنة الإغاثة والإنسانية، هي هذه اللجنة هي الوحيدة اللي أقدر أقول لك أنها هي اللجنة الوحيدة التي تعمل بشكل سلس وشكل إيجابي جدا، بسبب أن الأعمال الإنسانية دائما وأبدا يعني ما فيها تباينات ولا فيها محاكات سياسية، وبالتالي عملنا عمل إنساني وصراحة اتسم بموضوعية واتفاق يعني في هذا الجانب، وطلعنا برؤى يعني، وإن شاء الله بتكون مخرجات من أفضل اللجان اللي بتكون في هذه الحوارات هي اللجنة هذه بالذات يعني، وفعلا يعني حتى مردودها وخدمتها بتكون تخدم شعبنا أكثر وأكثر يعني. لكم لقاء مع رئيس الوزراء اليوم؟ عندنا لقاء بعد شوية مع الأخ رئيس الوزراء، وأنا بعتبره هو لقاء المساءلة يعني إن صح التعبير، فبيكون لنا لقاء معه ومحضرين له، نحن جاهزين له يعني بكل ما لأنه عملنا يعني في عدة أوجه في العمل هذا، من ضمنها فيما يخص الفساد وما يخص سير العمل في الحكومة، فبالتالي نحن منتظرين رئيس الوزراء بعد ساعة من الآن يعني. بالنسبة للقاءات بدأت مع رئيس الوزراء، بالنسبة للوفود الأخرى في كل اللجان يعني، أنا أعتقد أن اليوم بشكل عام أنه رئيس الوزراء بيلتقي بكل اللجان يعني، ولكن قد يختلف الطرح من لجنة إلى أخرى يعني. نحن يهمنا في اللجنة إحنا فيها، إحنا جاهزين فيها في هذا الجانب، ولن نطلع من الأمور التي تخص الإغاثة والعمل الإنساني وعمل الحكومة. ما أبرز ما يعني تتمنون إصحاحه في موضوع الإغاثة وتلافيه خلال المرحلة الماضية؟ إحنا نتمنى بالأصح إنه الإغاثة إنها تصل إلى محتاجيها بالشكل المطلوب، وهذا كل عملنا تركيز إنه الإغاثة هذه إنها توصل في الأماكن المحددة لها عند الشخص التي هو بحاجته. وهذا ان شاء الله انه عملنا في هذا الجانب، شكلنا لجان بتقوم بهذا العمل الاشرافيه ولجان تواصل مع الدول المانحه في هذا الجانب في الداخل والخارج. شكرا لكم جزيلا. اذا مشاهدينا يعني اللجان بدات بالاجتماع مع رئيس الوزراء، ستكون هناك حلول مطروحه ونقاش مفتوح مع رئيس الوزراء حول المحاور السته، وللتذكير دائما المحاور السته التي يتشاور ويتجمع حولها المتشاورون الجانب الاقتصادي والتنموي بالاضافه الى الجانب السياسي والجانب العسكري والامني ومكافحه الارهاب والجانب الاغاثي والاجتماعي والجانب الاعلامي. هذه سته محاور اليوم ما زال المجتمعون يتناقشون في إيجاد الحلول المناسبة للاختلالات التي تحدثوا عنها خلال الفترة الماضية وناقشوها للرفع بها كتوصيات من أجل اتخاذ قرارات تنعكس بطبيعة الحال على إصلاح الاختلالات الحاصلة خلال المرحلة الماضية في كل المحاور الستة.